السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنتكلم عن اندرويد 11 لأجهزة شاومي ريدمي نوت 8، النسخة الجلوبال أو النسخة المصرية أو النسخة العالمية قصدي، اللي موجودة في مصر وموجودة في جميع الدول العربية أو في معظم الدول العربية. النسخة اتأخرت كتير جدا ولكن إن شاء الله نزلت النهاردة. نسخة مستقرة. مميزات النسخة اللي هي شريط الإشعارات أو شريط السفلي للإشعارات، النوتيفيكيشن بار هيفضل باللون الرصاصي زي ما هو لحد ما ينزل تحديث ميو اي 12.5.2 اللي هينزل إن شاء الله لأندرويد 11، هيبقى 12.5.2 لأجهزة شاومي ريدمي نوت 8. التحديث لسه نازل حالا، أنا بنزل التحديث قدام حضراتكم اهو. ده التحديث هو لسه بيحمل، بعد ما بيخلص تحميل إن شاء الله هينزل على الفولدر بتاع داونلودز. مجرد إن أنا هدخل على الإعدادات، بعد ما بخلص خالص بدخل على الإعدادات أو السيتنج، بيفتح لي الإعدادات هنا، بدخل فوق كده على أباوت فون، هنا كده على ميو آي فيرجن بضغط عليها هنا. لحد دلوقتي لسه ما نزلش بصورة رسمية أو التحديث الهوائي، ولكن إن شاء الله هنسيب الرابط بتاع التحميل أو رابط التحديث اسفل الفيديو. اللي عايز يحدث او اللي عايز يحدث مقدما يعني او يحدث بطريقه اسرع ممكن يدخل يحمل الرابط من الديسكريبشن او من صندوق الوصف تحت الفيديو. مجرد ما بينزل في الداونلودز حضرتك بتضغط هنا كده الثلاث نقط دول، بيفتح لك هنا كده. كل اللي حضرتك هتطلبه او هتقوله تشوز ابديت باكج، ثاني اختيار اللي هو تشوز ابديت باكج. مجرد ما بتضغط عليه بتدخل على الملف اللي هو موجود في داونلودز، بتضغط عليه نقره واحده بيبدا يحولك على الصفحه الرئيسيه او صفحه الميو اي 12.5 دي 0.6 دي اللي هو اخر تحديث، ويبدا يعمل داونلودنج تحت. بعد ما بيعمل داونلود بيعمل ريستارت للجهاز، الجهاز بيقفل ويرجع يفتح تاني. مجرد ما بيفتح الجهاز بيجي عند حضرتك اندرويد 11 بدل اندرويد 10. حضرتك عايز تتاكد بتعرف ازاي، بتلاقي شريط الاشعارات اللي عندك ده ما عادش باللون الشفاف ده اللي احنا منزلينه عن طريق تطبيق سيت اديت، لا بيرجع للون الرصاصي زي ما كان تاني، لان ده ملوش علاقه بالنوتيفيكيشن. اللي موجود في اندرويد 11 هو مميزاته اللي هو تسريع الجهاز، نسخه سكيورتي او نسخه حمايه متطوره. الحاجه الثالثه اللي هي تقليل الباجز او التهنيج اللي موجود في الالعاب او في الجيمز على الفيرجن العالي. رابع حاجة اللي هو الجيم بوستر او الجيم سبيد بوستر، ده في تحديث منه او فيرجن 4 منه نزل ان شاء الله. خامس حاجة اللي الناس بتتكلم فيها هو شريط التنقل اللي هو اللي تحت قدام ده، شريط التنقل الرصاصي اللي تحت ده. الشريط ده بقى موجود في اندرويد 11. الاهم من كل ده حضرتك لما بتيجي تضغط على التطبيقات الاخيره، بتختار التطبيقات الاخيره، حضرتك بتضغط كده بيديك التطبيقات بالشكل المربع. لا، اندرويد 11 هيجي التطبيقات ان شاء الله تبقى بالشكل الافقي او بشكل الايفون، وممكن حضرتك من دول الاعدادات تقدر تظبط بدل الشكل الافقي هيبقى الشكل الراسي اللي هو الشكل القديم بتاعنا ده، او يبقى بالشكل الافقي. صندوق الوصف هتلاقي حضرتك الرابط موجود فيه، تقدر تحمله من تحت. لو ما عرفتش تحمله بسهوله او ما عرفتش او النت عندك ضعيف، لازم يكون الهاتف بتاعك فوق ال 50% او مشحون فوق ال 50% علشان يقوم بعمليه التحميل بطريقه جيده وما يفصلش منك فترجع تعيد التحميل من تاني. لحد كده نكون هنا الفيديو. معلش طولنا عليكم، بس كان فيديو مهم جدا. شكرا لحسن استماعكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.